حياكم الله جميعا. اليوم صلحت البيتزا السائلة السريعة السهلة اللذيذة، ونشوف مع بعض الطريقة. أسعد الله مساكم كل خير. على السريع بصلح صينية بيتزا سريعة. خلطت الخليط في كاس الخلاط واكتب لكم إن شاء الله المقادير. صبيتها في الصينية متوسطة، حطيت على الوجه شرايح زيتون أسود، فلفل رومي أخضر وأحمر، قطع جبن، أي جبن تفضلون، جبن شيدر، جبن مربعات، جبن مثلثات، جبن فيتا. حطيت شرايح زيتون أخضر حار، اللي يحب الحار يحط شوي. رشيته بشوي بقدونس اختياري، طبعا ممكن تحطون ممكن بدون. رشة زعتر ورشة سماق على الوجه ودخلوها الفرن 10 دقائق. عندكم أحلى صينية مالحة تقدمونها مع الشاهي، ما تاخذ وقت في الفرن، مجرد ما تستوي من تحت تطلعونها تحمرونها من فوق. بالصحة والعافية. وهذه الصينية خالصة ما شاء الله، أنا أسميها رفيقة العجل، أقل من 7 دقائق. تسمونها بيتزا سائلة، تسمونها الكيكة المالحة اللي تبون، بس إنها لذيذة مع الشاهي. بالصحة والعافية. بعد ما بردت الصينية قطعتها دوائر، إذا تحبين تقطعون مربعات، بس إن قطعتها كذا بشكل أحلى. وش ما شاء الله مستوية القطع هذه، بتوكل القطع الصغيرة هذه، في ناس يبونها، بس أنا حبيت أقطعها دوائر كذا شكلها أحلى، أو قطعها مربعات. شوفي قطعتها بالقطع الدائري هذه، ممكن تصبونها في قوالب الكب كيك، في قوالب التارت، في جهاز الوافل، في جهاز المعمول. دائما يعني أصلحها بعدة أشكال، مرة أحطها في جهاز المعمول، مرة أحطها في جهاز الوافل، أو في صينية، أو في قوالب. ترى مرة حلوة ولذيذة، كنسة كليت قطعة بيتزا، نكهة الجبن والفلفل والزيتون، الزعتر على السماق، مرة لذيذة. طبق مالح مع الشاهي، يا سلام. الصحة والعافية، علينا وعليكم.